السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. قال الناطق باسم الحكومة الموريتانية إن المراحل الأولى من الحوار السياسي قد بدأت بالفعل منذ أيام، وإن ذلك تم من خلال اللقاءات بالأحزاب التي أعلنت عن مشاركتها في الحوار. وأضاف ولي الشيخ خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط أن المشاورات جارية بخصوص باقي مراحل الحوار الأخرى. وقعت في العاصمة نواكشوط اتفاقية ثلاثية بين موريتانيا ومالي والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة تقضي بالعودة الاختيارية للاجئين الماليين بموريتانيا إلى أراضيهم. وتقضي الاتفاقية كذلك بأن توفر موريتانيا الظروف اللازمة لتأمين عودة اللاجئين، كما تتكفل مالي بتوفير الظروف المناسبة لاستقبالهم ودمجهم في الحياة النشطة. وتشرف المفوضية الأممية على ضبط العملية ومراقبتها. نظم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا إفطارا دعا له مختلف رؤساء الأحزاب والكتل السياسية المعارضة، وقد قاطعه المنتدى الوطني للديمقراطية والحزب والوحدة وحزب تكتل القوى الديمقراطية. وقال رئيس الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد المحم إن الهدف من دعوة رؤساء الكتل والأحزاب السياسية هو توحيد الطبقة السياسية الموريتانية مهما كانت درجة الاختلاف. نددت النقابة الوطنية للمعلمين في بيان صادر عنها بالقرار الذي قالت إن وزير الاقتصاد والمالية اتخذه والقاضي بعدم إرجاع أي راتب اقتطع ولو عن طريق الخطأ. وقال البيان إن رسالة وزارة التهذيب الوطني التي طالبت فيها بإرجاع رواتب المعلمين قوبلت بما سماه الإهمال وعدم الاعتبار. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. نلتقي على رأس الساعة بإذن الله في نشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء.